ليزي خرجتنا من بيروات متغشين. انا يقظ متغشين تو زعما مش في خرجوكم جيري بيانتو يدخلونا على خطر الانتخابات اللي فاتت ما حبوش يدخلونا جملة الديسيجن تاعهم عرفوا بيها وقتاش نهارين قبل لا اون بار با ميم با لا ديسيجن تاع انه ما ندخلوش للساحة نحكيو على تو على السونتر على السال بيدها معناها اليوم عندنا عباد ما خليهمش اللي بغوا تفوت ما خليهمش ميم با نحكيو على البريزونس نتاعنا في وسط الكور هذاك الكل دونك هذه المشكلة المشكلة اليوم احنا البارح قلنا انا با دو بروبليم اون با ريسبكتي لا لوا ميم سي ما مش موافقين عليها لكن اليوم نمشيو احنا ومش في في ريجيون برك نمشيو العباد يخرجوا فيهم دي اكسكيوز ديبيل جون ما عندكش تاريخ اصدار في في الباج نتاعك وقت الباج في تاريخ اصدار بطاقه تعريف دي اكسكيوز قول لي ما تجيش هكا هو ما تحاولش تلقى لي اكسكيوز اللي انت لا تحترمني انا ولا تحترم العباد ما قالهمش الباج الباج سي اللي جيلي عطاتو ليه هما يعرفوا الحكايه دائما يقولوا لي الباج قديمه ما فيش تاريخ اصدار من وقتاش فيها من وقتاش فيها تاريخ الزهر دونك هذوما المشاكل اللي صارونا انه جي في بن عروس باغ اكزومبل يجي يقول للعباد الكل اي سوسيتي سيفيل الكل تخرج ما با يقول يجيب لنا الحاكم دونك انت ايماجين لي زوبسيرفاتور قال لي زو ان جي الكل قاعدين يجيهم بوليس يتفضلوا يخرجوا ومن بعد حتى ما كانش عندهم الجرأة انهم يتحملوا تبعيات قرارهم قالوا ليه راهو الامن وحده الدخل كان الامن كان الامن وحده الدخل ديجا افراكسيون كبيره دون لو سونس انت ما تنجمش تقول